المنتج الدرامي التلفزيوني ده هو في الحقيقة منتج بتوزع قوي جدا، ومنذ الثمانينات أصبح إنه ميراث إنه التلفزيون بينتج تمثيليات، التمثيليات دي الناس بتتفرج عليها وبتبقى موجودة وفي ذاكرة الناس وناس تحكي عليها سنين طويلة، ده حاجة بقت موجودة وجزء من الثقافة المصرية العامة. يعني إنه الناس بتستنى التمثيليات وبتبقى في تمثيليات واخد حظ أكبر من التمثيليات، وده كمان ليه تأثير في الوطن العربي أشمل، إنه تظل الدراما التلفزيونية كده هي المنتج الثقافي الجماهيري إذا جاز التعبير، والناس اللي بقى جزء من المكون الثقافي ناس بتستناه وبتتكلم فيه وبتلعب. أنا رأيي إنه طبعا حصل شوية تحولات في الدراما التلفزيونية، مش هسترسل قوي في ده، إنه كان في احتكار وكان في إنتاج ضعيف وكان في بعض المثقفين عندهم طريقة لإنتاج تمثيلياتهم زي أسامة عرقاشة، ففي وقت كان أهم حد بيت أسامة عرقاشة وهو الوحيد اللي بيتزاع وناس بتستناه وبتتفرجوا عليه وكذا في التلفزيون الرسمي، ومشروع بتاع أسامة عرقاشة ده مع نهاية مع بداية التسعينات أو انتصاف التسعينات بقى الناس ما بقتش متحمسة قوي ليه زي ما كانت، اللي هو العزف على وطن الحنين قوي ده بتاع الراية البيضاء وأبو العلا البشري وكذا وألاف المئة، وبتبدأ في أزمة إنه المجتمع بيتغير وبيتنوع جدا. يعني الحالة اللي كان أسامة عرقاشة الثمانينية دي اللي هي بتاعت اللي كانت موجودة أصلا في المجتمع اللي هي الحنين للنظام الناصري أو التحول وكذا اللي كان بيأطرها أسامة عرقاشة ويحولها لدراما تلفزيونية وشخوص وكذا انتهت أصلا، مش بس في الدراما انتهت في المجتمع نفسه. مع في نفس الوقت ده كان في تغير نوعي في حجم الإنتاج، قناة الفضائية زادت جدا وبقى في طلب قوي وجمهور كبير للدراما التلفزيونية وقنوات ساعات ممكن تتباع، وبقى في تحدي عند منتجين الدراما اللي في سوق، لكن السوق ده بقى ايه اللي هيلبي احتياجات السوق ده. وبالتالي انا رأيي مع زيادة الفضائيات وانتشارها والسوق وسع كده بقى في مساحات متنوعة، ليه مش بس يعني بقى في سؤال ازاي هنعمل دراما تتسوق، بس كمان بقى في يعني ضروره للتنوع، انه وفعلا بقى في حاجات متنوعه جدا من اول انتهى المزاج الناصري المبني على النوستالجيا اللي بياخد اللي ليه جمهور واسع او الميليو دراما، وابتدى يبقى الناس بتفكر اكتر في وابتدى يبقى في سوق خالق فعلا مستويات من التنوع، فظهر بقى الميل انك تعمل زي ام كلثوم او ليلى مراد او كذا، انك تعمل قصص حياة ناس او تعمل ويبقى في فكرة الفيري تيل ده انك تتكلم على ليلى مراد وبالتالي تجيب بقى القاهرة اللي فيها اجانب وفيها يهود او تتكلم على ام كلثوم تتكلم على حقب، اللي هو مشروع للنقد كده يعني ما هوش مرتبط قوي بالتحولات الاجتماعية اللي بتحصل على قد ما انت بتتكلم على زمن تاني وعصر تاني من منظور كده فنان وكذا. وظهر حاجات اللي هي زي عبد الغفور البرعي اللي هي بتتكلم على اول الراجل الولد اللي هو اسمه ايه ده حسام شعبان اسمه ايه مصطفى شعبان النوع ده من الدراما كمان، انا بتكلم على الراجل الغني اللي بيجوز ستات كتير او عنده النوع ده من بدا من عائله الحاج متولي كان هو اللي بدا وفي بقى حاجات زي غدا عادل اللي هي كان فيها قبل كده مش امتداد ولا حاجه، اللي هي كان فيها هوالم جاردن سيتي واللي هي انك تعمل حاجات شيك قوي، غدا عبد الرزاق وتتكلم على اماكن شيك قوي ويعني تعمل دراما كده هي استهلاكيه جدا استهلاكيه طبعا. وظهر كمان انواع جديده بقى من الدراما اللي الناس بتشوفها وليها معنى زي الحاجات اللي كان بيعملها بلال فضل مثلا حديثا زي اهل كايرو مش اتمنعت، انا قصدي اقول انه في تنوع حقيقي في انا طبعا رايي انه السوق كبر فعلا والحاله بتاعت النوستالجيا دي مبقتش تنفع، وفي المجتمع فعلا في بقى هو مش بيشهد حاله ركود وحنين لحاله اخرى، هو في الحقيقه في حاله تحول، وبالتالي الفن اجابه الفن على السؤال بتاع المجتمع في حاله تحول ده موضوع مش سهل جدا. انا طبعا احنا جايبين مريم النهارده، مريم عملت تجربتين مهمين جدا في الدراما التلفزيونيه، المشروع بتاع ذات، وانا رايي انه ذات في الحقيقه مسلسل بديع في رايي، لانه حول قصة صنع الله إبراهيم اللي هي كانت بتحاول تكتب شهادة كده على التحول اللي حصل في 50 سنة في المجتمع المصري، حولته إلى حاجة دافية جدا ومن لحم ودم
و متشافه كشخوص وكصراعات وتحول يعني تحولت الى حاجه حيويه جدا وحيه وخلقت منها حاجه الناس عارفه تتعاطف يعني شغلت الناس وده موضوع مش سهل يعني. طبعا لا تخلو ذات ولا تخلو روايه صلاح ابراهيم من بعض النوستالجيا من بعض الحنين. الروايه ما كانش فيها قوي المسلسل كان فيه وطبعا المدخل برضو نسائي بس ده مدخل فيه تفاصيل نسويه زي وده مع يعني ما هوش طبعا الجوهر القصه بتاعت ذات تثبيت بس كان فيه المدخل بتاع الكاركتر ده اللي تحول انا رايي تحول في التمثيليه الى حاجه من لحم ودم اعمق قوي من الـ من الـ من المسلسل لانه شفنا ممثله ليها دين ورجلين وعندها تفاصيل ويجي بقى سجن النساء يعمل تاثير انا مش رايي انه مش اهم من ذات بس هو عمل تاثير اكبر من ذات بلا شك وعمل تاثير لانه في يعني انا عندي شويه انطباعات يعني اول انطباع انه اصلا الثوره المصريه طرحت زي ما طرحت العديد من القضايا على النقاش العام طرحت قضيه الستات بشد بلا شك يعني عبره مراحل زي ما طرحت الاقليات او الحركه الاسلاميه او يعني قضيه الاستبداد القمع العنف طرحت كمان الستات العنف في الستات مش الستات يعني حصل فده من ناحيه ومن ناحيه ثانيه انه التيمه نفسها المسلسل نفسه يعني في صيغه كثيفه جدا ومليئه بالتفاصيل واللقطات العميقه واللي فيها فعلا اللي هي مفيش استسهال فيها تفاصيل حقيقيه مخدومه يعني عملت ملحمه حقيقيه بتقدم قهر الستات كانه موضوع للقهر في هذا المجتمع وده طبعا زي وانا رايي ان دي اول مسلسل نسوي يعني بالمعنى يعني هو مسلسل في الحقيقه متحيز للستات بيتكلم عن قهر الستات باعتبار قضيه مركزيه في قضيه القهر الاجتماعي وبيقول ده من خلال نماذج نسائيه تتحرك تتحول لشخوص وتشاف مستويات من المعاناه المتنوعه المستويات المتنوعه اللي بتعانيها الستات طبعا في انتقادات للمسلسل ان هو قرص شويه يعني زودها شويه في الدراما كان يعني عنيف شويه في مستوى الدراما او مستويات القهر لكن في الاخر هو عمل اللي انا مشغول بيه عمل المستوى ده من الاستنفار وفرض نفسه على النقاش العام وعلى مزاج الناس وشغلهم اللي بقى سبله الدين واللي انبسط منه واللي حس ان هو حاجه كويسه واللي رفع عليه قضيه وعايز يسجن الناس حصل كل البانوراما دي انا مش عايز اطول انا عايز اخلي مريم تتكلم على التجربه هي ايش كانت شايفاها ازاي شايفه النوع ده من الفن عامل ازاي الحجم حجم رد الفعل هي رايها ايه في رد الفعل او شايفه ايه اسباب رد الفعل العنيف ده والصاخب ومستقبل كمان الدراما اللي من النوع ده ايه انا مش عايز من ضمن الطفرات اللي حصلت في الدراما التلفزيونيه لما السينمائيين دخلوا الدراما وبداوا يشتغلوا وكان من اولهم سمير سيف وخيري بشاره لفتره ما وبعدين دخل بقى بقوه الجيل الصغير من المخرجين والسيناريستات بتوع السينما اللي انا انتمي لهم وكامله تنتمي لهم واحمد نادر جلال يعني ومخرجين اخرين وشادي الفخراني اللي هو اصلا خريج معهد سينما برضو بنفس التفكير متهيألي ده تعقيبي على فكره انه ليه حصل تطور ما ظهر جدا في التقنيات الصوره بقت مختلفه وبقت يعني صوره الفيديو زمان غير صوره الفيديو دلوقتي لانه المخرجين ومديرين التصوير وكل الطريقه اختلفت وما بقاش فيه الثلاث كاميرات يعني دي كلها حاجات تقنيه عملت طفره في الدراما وبالتالي ما بقتش الدراما بالنسبه للسينمائيين اعمال درجه تانية في البدايه كان لما السينما بدا يبقى فيه شويه مشكله انه الافلام الانتاج عمال يقل ويتضاءل وطبعا مش هقول في الثلاث سنين الاخرين لان ده في ظلم للثوره لكن من قبل الثلاث سنين دول لما بقت الافلام لاما لنجوم الشباك يا اما مفيش بدا السينمائيين يتوجهوا للتلفزيون لانه دي شغلانتهم ولازم الناس تعيش ولازم يبقى عندهم انتاج ما فراحوا بقرار ما كده ضمني كلهم اتفقوا عليه ان احنا هنعمل افلام طويله
لو احنا بنعمل الفيلم مدته ساعتين عشان يتعرض في السينما، فاحنا هنعمل فيلم مدته 20 ساعة هيتعرض للناس في التلفزيون. ودي الطريقة اللي انا بكتب بيها، انا بتعامل اني بكتب فيلم طويل بزيادة، طويل قوي، وعندي زملاء كتير بيتعاملوا بنفس المنطق، فبالتالي المنتج النهائي اقرب للسينما. ده فيما يخص الشكل. فيما يخص اتفق معاك تماما انه التلفزيون هو اكتر حاجة، اكتر منتج بيتم مشاهدته. كان زمان هو الاكتر، لانه حتى وقت التلفزيون الارضي ومع الفضائيات بقى الاكتر بمراحل كتيرة. من الحاجات برضو المهمة في التلفزيون انه كان تدريجيا دخول السينمائيين للدراما التلفزيونية بدأ يفتت ويكسر التابوهات. يعني التلفزيون زمان كان في موضوعات كده مستحيل تخوض فيها، لانه كان جهة الانتاج الوحيدة هي الجهة الحكومية، يا اما بالانتاج الكامل او بالمشاركة، بس كان لازم تبقى التلفزيون طرف في الانتاج. فكان التابوهات يكاد يكون كسرها مستحيل، ولازم بين السطور، وكان الفنانين نفسهم عاملين رقابة على نفسهم. لما بقى في فضائيات وجهات انتاج اكبر، بقى رقابيا بقى في مساحة من الحرية اعلى، وده مثلا اللي يخلي مسلسل زي سجن النساء يتعمل، ومسلسلات تانية برضو تتعمل. في لحظة من اللحظات مثلا على تجربة ذات، كان المفروض التلفزيون هيشارك، وجالي لستة محاذير قد كده على المسلسل، انه ما اتكلمش على عبد الناصر، ما اتكلمش على السادات، ما اتكلمش على يعني ما ارجعش. كانوا شايفين ان انا الناصريين شافوني متحاملة جدا على عبد الناصر، والساداتيين شافوني متحاملة جدا على السادات، ومحدش عاجبه حاجة، والتلفزيون عايز يعني نغير الموضوع. فبالتالي لما ما بقاش التلفزيون كجهة حكومية طرف في الموضوع، قدرنا نعمل المشروع بالطريقة اللي احنا كنا شايفينها، واللي انا شايفة ان هي ما تحملتش على حد. انا كنت طول الوقت بحاول ابقى محايدة تجاه زمن انا اصلا ما عشتوش، ففي النهاية انا بكتب عن انطباعاتي انا، او انطباعات جيلي اللي انا شايفاها عن تاريخ طول الوقت بيتحكي من وجهة نظر واحدة، لكن لما دورت فيه وحاولت اكون الصورة، الصورة طلعت كده. وهو في الآخر ما هوش مسلسل تاريخي، هو مسلسل اجتماعي فيه يعني لمحة عن التاريخ الاجتماعي للبلد أهم من التاريخ السياسي. الحقيقة أنه الفرق الجوهري في ذات بالذات ما بين الرواية وما بين المسلسل، بعيدا عن أن الرواية اشتغلت على 10 سنين اللي هم الانفتاح تحديدا وفكرة الاستهلاك وكده، والمسلسل طول المدة، لكن أتصور أنه لأنه الكاتب الرواية أستاذ صنع الله راجل وأنا ست، كل واحد شاف ذات من وجهة نظر مختلفة. وبالتالي لأنه لما أنا كتبت المسلسل من وجهة نظري كست، وكاملة أخرجته برضو من وجهة نظرها كست، ستات مصر كتير جدا شافوا نفسهم في ذات، كل واحدة في مرحلة معينة. يعني كان دايما أكتر تعليق بيبسطنا كفريق عمل أنه انا شفت نفسي في المشهد ده، انا شفت والدتي في المشهد ده، انا شفت عمتي في المشهد ده. واعتقد انه ده طموح اي فريق عمل، ان هو يوصل بالعمل بتاعه انه الناس يشوفوا نفسهم في العمل. سجن النساء بقى موضوع تاني خالص. سجن النساء وانا بحضر يعني للمشروع ما كنتش بتعامل من منطق نسوي اني هتعامل مع ما كانش ده الهدف، لكن واضح ان دي حاجة يعني جوايا انا ما ببقاش هي اللي بتحركني من غير ما بقى مدركة، انا ما بسعلهاش. لكن بعد ما بخلص كتابة بكتشف انه القهر تيمة مقررة جدا عندي، انا بشتغل على فكرة القهر، وادركت ده بعد ما خلصت سجن النساء، ما كنتش وعياله يعني، لكن لما رجعت كل الحاجات اللي كتبتها واضح انه فكرة القهر من الحاجات الهموم اللي شغلاني واللي بتطلع في كل الشغل. ومش بالضرورة قهر المرأة بس، لكن المرأة في النهاية هي حلقة أضعف، وبالتالي القهر ظاهر عليها أكتر، لكن جزء من القهر اللي بيمارس عليها هو من رجال هم نفسهم مقهورين من حاجات أكبر منهم وهكذا. فهي يعني
حلقة كده سلسلة بالظبط، انه كل واحد بينفس القهر اللي بيمارس عليه على اللي اضعف منه، والام او الست ممكن تقهر اولادها لانه هم دول الاضعف وهكذا، والاخ الكبير يقهر اخواته الصغيرين. ف اظن انه ده اللي بيحركني، وخاصة طبعا بعد الثورة والثلاث سنين اللي مرينا بيهم، في نماذج من القهر بقت صارخة جدا، والواحد عاجز مش عارف يعمل ايه يعني. وده ممكن برضو يكون حاجة من الحاجات اللي خلت المسلسل قاتم كده، انه انا حقيقة ما كنتش شايفة مخرج يعني، لاني مش شايفة مخرج في الواقع، فما قدرتش الاقي مخرج لشخصياتي، لانه هم بالنسبة لي الطريقة اللي انا بعبر بيها عن الواقع اللي انا عايشاه. وده برضو ما كنتش مدركة أثناء الكتابة يعني، ما كنتش متخيلة أنه هيطلع قاسي وقاتم لهذه الدرجة. كنت ما اكتشفت ده بعد ما خلصت وأنا بتفرج، بعد ما صوروا وروحت المونتاج وكده، اكتشفت أنه لا، ده احنا مكتئبين فعلا ومش دريانين يعني، احنا كفريق عمل محملين بكم من مش عارفة أقول إيه، من القهر، احنا نفسنا مقهورين بالظبط. واحساس بالعجز اتصور انه ظهر جدا في المسلسل، بس دي المقدمه. يعني كنت تتكلم شويه عن ردود الفعل. طيب، وانطباعات عن ردود الفعل. خش السجن ولا عادي؟ على فكره احنا كويسين قوي مع الناس اللي في السجن. هو المشكله ان السجانات المشكله ان السجانات زعلانين مني، فانا لو دخلت السجن السجانات شايفين ده كان اول رد فعل معار يعني ضد، انه السجانات شايفين ان احنا شوهنا صورتهم، وده ما كانش مقصود على الاطلاق. في النهايه المسلسل مش عن السجانات، وانا قلت ده يعني في الاعلام، انه المسلسل مش عن السجانات، المسلسل عن شخصيه غالية تحديدا اللي هي بتمثل نفسها او بتمثل ست في المجتمع، لكن ما هواش عن السجانات. وهم شافوا ان احنا، لان هم شريح يعني عددهم في الحقيقه فعلا صغير جدا، هم 70 سجانه، وانا ما كنتش اعرف المعلومه دي غير بعد ما المسلسل اتعرض وهم زعلوا. فقدرت اتفهم هم ليه زعلانين، بس في نفس الوقت مش متعاطفه قوي، لان انا ما كنتش اقصدهم اصلا يعني. هو شايفين ان احنا شوهنا صورتهم، ان هم بياخدوا بيسرقوا حاجات من السجينات، او بياخدوا رشوة، او واحدة منهم بتروح تاخد فلوس من تاجرة مخدرات خارج اسوار السجن. بيحصل ممكن جايز، بس في النهاية انا ما خدتوش، هم تصوروا ان انا، لان انا رحت قعدت معاهم وقعدت مع السجينات، فهم تصوروا وكأني ترجمت شهاداتهم للي هم شافوه. ما قدروش يستوعبوا ان انا رحت اقعد مع الناس مش عشان اخد حكايات، انا رحت عشان اتعرف على تفاصيل الحياة اليومية، عشان اعرف اكتب حياة السجينات والسجانات جوه السجن. لكن الحكايات ما خدتهاش من حد، ولا من السجينات اللي قعدت معاهم ولا من السجانات. فهم بقى عندهم كده احساس انه الناس كلها هتشوف انه ده اللي بيحصل في السجن بما اني رحت وقعدت معاهم. وطبعا في، وده بقى هنا نتكلم تاني على القهر، انه ده اللي اتقال معرفش حقيقي ولا لا، انه سواقين الميكروباصات بداوا يغلسوا على السجانات وسموهم كلهم غاليه، وانت بيحصل معاكي كده، وانت بنتك بيحصل معاها كده. بالظبط. فبقى السواقين الميكروباص اللي هم صابر بيغلسوا عليهم ويقهروهم، فهم نفسوا فينا. لكن قادره اتفهم يعني بجد، لانه في الاخر هو المجتمع دي طبيعته فعلا، الناس عندها القدره انها تنغص على بعض عيشتها لاسباب، مجرد ان ده بيبسط السواقين في الموقف ان هم يغلسوا على السجانات وهم رايحين جايين يعني كمان. فده احد الاوجه الاعتراض كان من السجانات، غير بقى اوجه الاعتراض المتعلقة باسباب اخلاقية، ان احنا خدشنا الحياء وقلنا الفاظ واظهرنا حاجات، ده بسببه فيه القضية. غير اوجه اعتراض ليه علاقة بان احنا شوهنا صورة المرأة وجبنا التحرش وجبنا الدعارة وكده، ده اعتراض. وفي الاعتراض العام من الجمهور احيانا انه المسلسل كئيب قوي، بس الحقيقة ان كل اللي قالوا كئيب قوي كانوا بيتفرجوا ويقولوا المسلسل كئيب قوي، بس احنا بنتفرج، احنا اكتئبنا بس احنا بنتفرج. فده اعتراض اتصور انه يحمل فيدباك ايجابي كبير،
انه نجحنا ان احنا نخلي الناس تتفرج بالرغم من كم السواد. لا هي اصلا هي تكاد تكون هي المؤثر الاساسي، بس هي الفكره انه مش الحاليه. اصل الناس بقت تقول ايه ما قبل الثوره وما بعد الثوره، فانا مش عايزه الناس تتصور ان ده نتاج الثلاث سنين الاخرانيين خالص، ده نتاج ال 30 سنه اللي قبليهم او جايز ال 60 يعني. فهو ده النتيجه اللي ادت للثوره، وده كان واضح جدا في المسلسل، لانه المسلسل بدا سنه 2000 وخلص قبل الثوره. يعني انا اخر حاجه في المسلسل هي انه قرايه منطوق حكم الاعدام على رضا لحظه اعدامها كان في حسني مبارك، وقت حسني مبارك، وخلص المسلسل قبل الثوره، لانه ده كان احد تخوفاتي ان الناس تاخد كل الشيله بقى وتحملها للثوره. فلا على الاطلاق الشيله دي يتحملها النظام اللي قبل الثوره، لانه سرقه الاعضاء والميه اللي ادت للفشل الكلوي والكبد وفيروس سي يعني والكانسر وكل فيما يخص الصحه، كل الحاجات دي ظهرت قبل الثوره وغيرها بقى كل الحاجات يعني. لا انا متفقه معاك تماما، وجايز ما كانش قصدي ده تحديدا، لانه انا عمري ما يعني حتى لما بتسال دايما فكره طب وايه الحل، انا ما عنديش حلول، ده مش دوري. وانا متفقه مع حضرتك تماما انه وما كنتش، وحتى لو انا كنت شايفه حاجات ايجابيه على ارض الواقع ما كنتش هقدمها بصيغه الحل، لكن جايز كان المسلسل يكون اقل قتامه واقل قسوه يعني. هو نعم بالظبط، ما هو بالظبط ما هو، وهي الفكره انه الهدف بتاعي الاساسي ان الناس تشوف نفسها او تشوف الواقع وتعترف بوجود يعني وتعترف بيه. يكفي ان هم يقولوا على فكره الكلام ده حاصل، لانه في دينايل، في حاله انكار رهيبه من طبقات كتيره جدا ومن ناس كتيره جدا على اختلاف حتى طبقاتهم الاجتماعيه، انه ده يعني دول اقليه او دي حالات شاذه او حالات فرديه. ففكره انه الواحد يواجههم، لا يا جماعه ده موجود وكتير، والواقع أسوأ كمان من اللي احنا بنقدمه. لما بدأت أشوف الفيدباك مثلا على تويتر وكده، ان بعض الناس وخاصة اللي بيتعامل مع تويتر هو في طبقة يعني او على الاقل مش هقول اجتماعية، عنده قدر ما من الثقافة التكنولوجية انه يقدر يتعامل، فبدأوا يتعاملوا مع فكرة والواقع أسوأ. فكرة انهم يكتشفوا ان الواقع قد كده لازم نعترف بالحالة اللي هو فيها، ده بالنسبة لي مكسب، انه نخرج شويه من حاله الانكار الفظيعه. تمام، انا افتكرت النور جاي. تمام. ما هو المسلسل فتح السكه بدليل ان احنا قاعدين بنتكلم وغيرنا بيتكلموا، وبيتكلموا على فكره طيب يعني مثلا شخصيه حياه دي. لا فكره السجن، انه السجن بره مش جوه، ده انا متفقه مع ده حقيقي ومقصود، واظن انه كان واضح يعني. لكن الحاجتين بس اللي عايزه ارد عليهم، فكره انه الشخصيات الثانيه، انه حكايه غالية اخذت مساحه اكبر، ده ليه علاقه بالدراما يعني، مش بالدراما، بطريقه صناعه الدراما في مصر. في الاخر انا بشتغل جوه، اما بنتجش بفلوسي، انا عندي طريقه هنقول السوق شغال بيها، واحنا بنعافر كفريق عمل انا وكامله ونيلي وغيرنا، ان احنا نعمل اللي احنا عايزين نعمله جوه الاطار ده، والا مش هنلاقي مكان يعني. انا ما اقدرش اقول ان انا هجيب شخصيات كلها وجوه جديده واعمل بيهم مسلسل، اقسم الحاجات بالظبط على قدهم واتوقع ان في منتج هيتحمس وينتج بنفس التكاليف اللي المسلسل ده اتعمل بيها، لان المسلسل ده كان مكلف جدا، السجن ده اتبنى، ده ديكور. فانا لازم اوفق ما بين انه في صناعه انا مطلوب مني ان انا المنتج اللي هينتج العمل اللي انا هكتبه ما يخسرش، لان ده التزامي تجاهه ان انا ابقى، والا هيبطل ينتج، وبالتالي المره الجايه مش هلاقي حد ينتج لي اللي انا عايزه اقوله. فانا لازم اوفق ما بين الحاجتين دول، ان انا ابقى جوه طريقه الصناعه الى ان تتغير يعني، لو اتغيرت احنا كمان بنحاول نطور. لكن في اللحظه اللي احنا عملنا فيها المسلسل ده، في شروط ما عشان الاعمال تتعمل، احنا
التزمنا بالشروط، لكن في المقابل كمان خدنا مساحة من الحرية ان احنا ما يبقاش عندنا مسلسل ليه بطلة واحدة، عندنا مسلسل فيه ثلاث بطلات رئيسيات، وكل واحدة منهم اعتقد يعني الخط بتاع دلال ده كان كبير ما كانش صغير. انا مش شايفة ان المسلسل بطولة غالية بس، يعني الخط بتاع دلال كمان كان كبير والخطوط التانية. ومتهيالي شوية انه مع انا متفقة تماما معاك انه خط زي خط حياة وخط زي خط زينات اللي هي بتزوق البنات دول خطوط غنية جدا، والحقيقة انه يشيلوا مسلسل لوحدهم كخطوط درامية، لكن حاولنا على قد ما نقدر نكثف، وانه بالرغم من المساحة الصغيرة ان كل الشحنة العاطفية توصل للمشاهد، لان ده اللي هيخليه يراجع نفسه ويفكر. وبالتالي بقى في سؤال تجاه حياة، طيب هو ايه ده احنا ممكن تبقى الست اللي انا شايفاها ماشية مش طبيعية دي وانا بتعامل معها باستهتار يبقى عندها مشكلة نفسية واحنا مش داريانين، ان الناس بدل ما اول تفكير يبقى عندهم يلا نجيب الشيخ او نروح الكنيسة او الطرق دي، يبقى يسألوا نفسهم طب ما جايز عندها مشكلة اكبر من كده مثلا. ده لو الناس بس فكرت كده ده يكفيني. انا يعني طموحي ان الدولة تاخد خطوات في اللحظة دي، من الحقيقة ما عنديش اي طموح، انا نفسي بس الناس تفكر. نفس الحكاية تجاه زينات، انه لو الناس بس بدأت تبص للمرضى بطريقة افضل شوية ويبقى فيه تعاطف، حتى بلاش تكافل، تعاطف بس، الناس تبقى تحس ببعض، دي خطوة لقدام. لكن انا مش هطرح حلول، لان انا يعني ما بحبش اطرح حلول، والحقيقة اني في اللحظة دي برضو مش مستنية، يعني مش متفائلة ان انا بقى مستنية حلول من الدولة.